بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عندما راجع المغرب إمكانية علاقته مع إسرائيل قبل أن يستأنفها، خرجت أبواق الشر وقنوات أعداء كل ما هو في مصلحة المغرب وأعداء كل إيجابية المغرب والمغاربة، وارتموا فقط على كل ما هو سلبي في المملكة، بينما توجد السلبيات والإيجابيات في جميع دول العالم بدون استثناء. اللهم لك الحمد، المغرب متقدم أكثر مما كنا ننتظر. ولما استأنف المغرب علاقته مع إسرائيل بعد قطيعة دامت أكثر من 20 سنة بسبب فلسطين، هؤلاء الناس أو هذه الدولة الفلسطينية التي تسمى السلطة وليس الدولة، التي توجد فيها بعض الكائنات لا تستحق حتى مثقال ذرة من حبة خردل، فما بالك بقطع علاقات دبلوماسية مع دولة مهمة من أجلها. المهم، لما استأنف المغرب علاقاته مع إسرائيل أقام بعض الخبثاء الدنيا ولم يقعدوها، ومنهم ما يسمون أنفسهم علماء الدين، علماء في الدين ووعاظ ودعاة، ومنهم حتى من لا يعرف دولة اسمها المملكة المغربية، فقط لأنه تلقى مقابلا من أجل الإساءة إليها، لأن المملكة المغربية استأنفت هذه العلاقة مع دولة إسرائيل. ومع الأسف منهم أعداء الوطن من الداخل قبحهم الله. والعجيب الغريب أنهم يسمون إسرائيل بالكيان، بينما إسرائيل التحقت وهي عضو في الأمم المتحدة قبلهم بسنوات طوال. على كل حال، أين كان هذا الجيش الخبيث من المنافقين لما ربطت تركيا علاقاتها مع إسرائيل وبارك لها الاتحاد العالمي للمسلمين في وثيقة رسمية وهي أمامكم؟ لماذا لم يحرك أحدكم ساكنا يا منافقين؟ لكن لما فعلها المغرب خرج أحدهم منهم يهرطق وينتقد، ونظمت ندوات تلفزيونية وتظاهرات ومظاهرات كلها مدفوعة الأجر. أم أنكم تحسدون وتحقدون على المملكة المغربية لأنها في الطريق الصحيح والسليم؟ وهذا بيان دولة الجار الجزائر، التي هي أيضا لم تنس نصيبها من الشتم والقدح على قنواتها الرسمية ضد المملكة المغربية قبل الاستئناف وبعده وعند اعتراف دولة إسرائيل بمغربية الصحراء المغربية، وتصدر بلاغا حقيرا كله شتم لا يليق إلا بدولة تحكمها العصابات المافيوزية.